يلا جود لك. رح نبلش اول شيء بالبارل تاب. عندنا دايره تقريبا عرضها متر في برميل بقلبها. رح نعطيك ثلاث محاولات لحتى تحاول تضرب البرميل بالجهه الخلفيه للسياره، بس عشرت يبقى البرميل داخل الدايره. نتاليا نحن دائما عم نبلش باول تحدي وهو عم بيكون اصعب تحدي. يعني تخيلي تقريبا صار في 17 درفتر، في شخصين بس قدروا انه صابوا البرميل وبقي داخل الدائره. اصلا كثير صعبه. ما هيدي هي صراحه. نحن كمان هيك اعطيناهم ثلاث محاولات هيك بيقدروا يتعودوا على السياره اكثر. انت بتقدر تعملها؟ بنشوف بركي. احمد عم تسمعني؟ ايوه انا موجود اهو. يلا بس اوف لوك، فرجينا قوتك، بدنا هالبرميل ما يطلع من السيركل. يلا يلا مان جو. حاسه رح ننزل بوش اب يعني. يلا بدايه بلشه حلوه. قريبة كتير 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 قريبة. أنا كنت بفكر إن أنا أجين سبيد، إن أنا أجي بسرعة، بس كانت أول مرة إن أنا جيت كنت بعيد حاجة بسيطة. نتالي يلا يلا تاني محاولة. أنا بقول هالمرة حيصير. يلا مان جو جو جو. يلا أحمد. دعانا دعانا. إيه نتالي شو عم تعمل هالأيام؟ كيف طقس حلو خرج واحد هيك يعمل شوب. شو القصة؟ مش عارف. بعد شو لقدام؟ بعد هيدا كان زيادة حماس يمكن. عندنا بعد محاولة وحدة بس. يلا تالتة ثابتة. اوكي؟ كان الأدرينالين عالي شوية فكنت رايح جامد بالعربية ف سبين حصل سبين. يلا يلا يلا. يس! بس كده ليه؟ ليه كده؟ طلعت من الدايرة. ثالث محاولة البرميل، بس أنا كان لازم أخبطه بالراحة ما طيروش برا الدايرة. بثالث واحدة شو صار معك؟ مش عارف، حاسس إن أنا قربت أكتر، حاسس إن أنا قربت أكتر زيادة شوية. كتير حماس. قربت أكتر وعلى سرعة زايدة يمكن، البرميل طار وبقي طاير. هو طار بعيد شوية بس مش كده. ما بنعرف ما عليه أحمد، رح نضلنا هلا بالبراميل، رح نطلع لتاني التحدي اللي هو خمس براميل عندنا اليوم، عندنا سلالوم درفت، ثلاثة على جهة اليمين، اثنين على جهة الشمال، بس هالمرة بده يكونوا على سرعة أعلى على جير ثاني. اوكي. ومتالي ما عندنا مشكل هلا إذا البرميل ضربوا وبعد لازم تشبقهم كلهم. هي. اوكي بس من الجهة الخلفية للسيارة، اوكي؟ هي يلا مان، يلا جو. أحمد يلا نسيلي هلا أول تشالنج، بدنا ناخذ 20 أوفر 20، خمس براميل بدي أشوفهم عم بيطيروا. يلا. اوكي يلا جود لك. يلا شو قولك بجيبهم؟ أنا بقول بس يسمع صوتك ما بيجيبها بده يروح غير محل. بس انه يلا احمد جو مان. بدنا نعد هلا البرميل اللي كان انا وانت. اوكي يلا هيدا اول برميل راح. ياي راح الثاني ولانه معلي معلي كمل عندك على تال على رابع برميل. يلا راحوا اثنين هلا كمل على رابع برميل مان. اثنين ثلاثة يلا معلي. يعني في عنا الشمال لأنه مصاب وبرمت السيارة روح برميلين معه. بالسلالوم كنت جايب بسرعة شوية، أنا متعود إن أكون فاتح أنجل زيادة، العربية ستوك ما فيهاش أنجل. حصل سبين برضو. أحمد يا أحمد غلطة واحدة روحت لك برميلين. يعني بلشت كبداية بأول برميل صابه. ايه صاب أول برميل. الأول كان بياخد العقل. مشكلتك السرعة على الترانزيشن على جهة الشمال كنت كتير سريع. قلت لك بالاول ما فيها انجل السياره. نعم. برمت حول نفسها، روحت البرميل الشمال وروحت برميل اليمين. الحماس زياده شويه وعشان انا كنت سريع شويه. لسوء الحظ اخذنا بس 12 نقطه وصار المجموع كله 12 من اصل 40، ولو اخذت 60 هلا على 60 بالباقيين بيطلعوا 72 نقطه. 72 ما بأهلونا انه نكون بالفاينل بعدين. اوكي. احمد رح نضلنا نحن بنفس التحديات هلا، بس رح ننتقل على الخمس بوابات داخل الحلبه. اوكي قريب كثير على طبع البراميل بقى. عندك هلا فرصه كمان انك تاخذ 20 على 20. هلا اذا بطلع ما بيطلع نقط زياده. اوف لا هلا هو بيطلع له نقط زياده بس يمكن بيتحمس اكثر. بيتحمس. تفضل يلا يلا حطوا السيت بيلت والله يساعدك. يلا you
يلا كمل كمل ما كمل. ايه اللي حصل ده؟ هو كان لازم ان انا اسوق بانجل خفيفه شويه ان انا اجيب سام سبيد عشان اقدر اوصل من جيت لجيت اسلم جيت لجيت، بس انا كنت سريع اكتر فده سبب ان انا ما اقدرش اخد الجيت. يعني المكتوب بينقرا من عنوانه. لا راح اسالك كيف كانت او شو تاثيرها لتاني عليك. اللي بعرفه انا انه احمد اللي بعرفه انتهى. لا 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 شو لا 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 الجو بس اللي حر والله. الجو هو اللي حر. والله الجو. وفي ثلاث جيتات لا شفناه هون وبرمت السياره حاول نفسه عملنا شو قصه نصبنا تو جيتس بس علي انا جيتك عم تسير ثمانية فتحين سير عم تتسيروا انت وياه. كان في حديث جوا تزور يعني مصر مثلا هو يكون الجايد تبعك يا اخي. ايه وانا مخبره على لبنان. طيب احمد نحن بتمنى نحن هون هيدي بدريفت جيم لعب الدريفت يعني عم نتسلى. نحن هلا اخذنا 8 نقاط كان معنا قبل 12 صار معنا 20 من اصل 60. بضل في عنا 2 تشالنجز. الدريفتينج بين التاورز هلا كل تاور كل جيت يعني عليها 10 نقاط عنا 20 نقطة. اوكي اوكي هاند بريك. دخلت على التاور تشالنج هو كان تريكي جدا بس انا اتبسطت بيه وحبيته وخدته كويس يعني. لازم نحن بدها سقفة والله برافو الاي سي والله والله برافو الحمد لله ما فينا تالي حد شهير خلص. انا عرفت شو المشكلة كان تبعك هيدا اكبر غلطة عملناها نحن هلا كان اكبر غلطة انا الحق علي سوري احمد بيرفكت. هلا في محلات حسيت انت كانت رح تجلس السيارة بس معلش انا برأيي بتستاهل تاخذ 20 على 20 بهالتحدي هيدا علامة كاملة اوكي 20 وكان معنا 20 قبل كمان صاروا 40 نقطة من اصل 80 اللي هو نص نص يعني 50-50 مش بطل. بضل في عنا آخر تحدي اللي هو البارالل باركينج. فرجينا لكين هلا جير أول كيف رح تصف بالبارالل باركينج. يلا شو أولا يا حبيبي سريع كبير سريع كبير. أخ يا أحمد تفضل مش عارف في إيه بصراحة مش عارف. انا كنت حاسب ان انا هقدر ادخل الباركينج سكيل بسهوله بس العربيه كان فيها جريب زياده شويه وانا ما كنتش حاسب لده فالجريب ده خلاني اصلا بره الاصطفاف يعني ما دخلتش جوه. اتفضل اتفضل يا اهلا وسهلا فيك احمد اتفضل. مش يومي النهارده. اتفضل يا حبيبي اتفضل. مش يومي انا محسود. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. قصاص اللي عملته هلا بدك تعمل 10 بوش اب وعندنا خبير التغذيه والرياضه هون بدها تشوفك انك عم تعمل 10 بوش اب بطريقه ملائمة 100%. تفضل بليز. بصراحة استاهل فعلا. يلا عندك يلا. بس مش أنا اللي عطيته الفكرة. إيه واحد أول شيء التكنيك منيح. تلاتة إيه أربعة خمسة كتير منيح. ستة سبعة ثمانية تسعة تمام. شو خلاص من غض النظر عنك. خلاص كده ولا زود. خلاص يلا يلا خلاص غض النظر عنك. أحمد حبيبي برو حبيبي يعني جاي كتير مسرع الحماس فيك الأدرينالين من أول وصولك لعنا هو اللي مسيطر الادرينالين كل الوقت. بس هيك الحلو انه بعده عم يبتسم ورح رياضيه ومبسوط وما في شيء. ونحن هذا اللي حكيناه من الاول نحن هون مش حتى يبرهن عن قدراته اوريدي هو جاي لانه عامل اسم بالدريفتنج. معلش شيء نحن بننتهي مع 40 نقطه من اصل 100 بس ربحنا وجودك معنا اكيد. انا كمان ناتالي ثانك يو ثانك يو. نحن بنقول لك ميرسي كثير. واحمد يلا مان نشوفك الله راد بالقاهره قريبا.